بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. ثم إن وأتى الأبرص في صورته وهيئته ملقي بان كسوة الرقي سديس حديث كديرا. ثم إن تكذب إنه أتى الأبرص نينك برسك قبيب أتقي في صورتي مقال كسيب أتقي وهيئتي شكل كيسي. قال ملقي وحيري سوء كيسي نينك رجل مسكين، بمعنى إني رجل مسكين، أنا وحانا عينين مسكينة، وابن سبيل وضن هينا وانا مسافرة، قد انقطعت بي وحايلقوا أي الحبال وحركيه باقوا أي في سفري سفركي، بمعنى صيد ويقعد ما توي إن مسكينة ومسافرة وصيد ويقعد ما توي بانا هاي. فلا بلاغ لي قارتاني ما هاني بود اليوم ما أنت إلا بالله إله مقارسي دانتان لها موية ثم بك أدقو إيكا المية موية سيد الله الله يفرس وحالي يورتا وحالي اسكسوا لغي سيد النين برس قبا ماذا برس أسيقي بسوسو أكيسي ووضن شكتو حولي وحالي نين مسكينة حقا نوضا هيا مسكين ما اللي قونا حريستو ومتا عذرك هيا إيقام مغوانا ومتا وبرس كاين اللي قونا حريستو صدح مسافر بانا هاي وفرس انت بعضو ابا افكال وغلبح وحال ووري سايد بايقا دماتي حبال السفر ودن بايقا دماتي صف ماشان اسعلي مقاري كارو الله ايه كالمية ونموين ثم بك بعد الله سبحانه وتعالى. اسألوك وانك ويديسا بالذي الله انك ويديسا الله اعطاك كسي والحسين وفرس والحسين هاي انو جرنان جري او مذبكا وناكسا يقروح مذبكا قروح صروية وحكا ذال كيمت بالله الشيقة هي. أسألك بالذي أعطاك الله كسيان كووي دي سنة يا اللون الحسن مذبك وناكسن يا والجلد الحسن يا قنك يا ضبك وناكسن يا والمال مالك بكسي محان كووي دي سنة باعير النيف قيلان كووي دي سنة قيلو دان ماء إلا وادد أن يحوردان انتاسو النيف وقيلو هايستا فوف باو حريسا نيف كاسون أتبلغ كوغارو كساي دكتبيه أساق في سفري سفر كيك نفكا صحيح ما كدي يقول وح كلك أمر ربا صحيح ما قرب وفرساد وحق لكعي. فقال وحولي الحقوق كثيرة حقوق وابن طيب وري كل جام معها أيتام باجرتا قرابة باجرتا سعوتا كلا دوبن أنت زمان وحقوق بحنا وده ذو كل جام معها وش وابن طيب فريب على قاضي. فقال له مر لبعض بحسن هي كأني أعرفك كأن هذا هو للتحقيق لا للتشبيه وابنك قرن هيا بور وصانيك قرن هيا ما ألم تكن أبرس ميادا هذا كهر برس قبيترين يقدرك الناس يقدرك الناس تكون أيك قشميستان بمعنى كوكوضان وكو نعبيستان فقيرا ولب فقيرا ألم تكن أبرس ألم تكن فقيرا وي يعني فقيرا هانترين. إذن فأعطاك الله عز وجل المال إلهي ميوزن مالك سينين وفرس ما هرت تيب رأس نمد وين كري وحقوق وابن تهيب ودي هذانا مالك إلهي سيء وكشوا بيو حوله ما يا أبغى زوجار وي كذا حال كذا حال إسري أبا كذا حوي. فقالوا إنما ورثت هذا المال مالك وحان كذا حلي كابرا عن كابر نوي نم وكسد حلي بكسد حلي نوي نين كرد حلا بان كسر دحلاوي كأب كأب أولين وحردي حردي فردي أوي حرفردي ولا يقان وحد أنا طبعاني معها وحصوق السيد اللي جسوي بشميه هي ومال إن بدل لك دحلاوي. فقال الملك وحوري إن كنت كاذبا هديات بين شيء سوى بشيء ساي فسيرك الله الله كأهيسي الله كعليو إلى ما كنت واحد أهان ترتي فقير أبرص وبرسق الله كعليو إنك والله هباري. فقال وحوري وآت الأقرع إنك قال لو حيرك يا ماذا حسب سب كلام هذا في صورته بمعنى باعتبار ما كان في صورة مقال كيسي وقلت تقي ونوح وسكد جاء أنت ملخين. فقال له حكوري مثل ما قال لهذا كيه روح حكوري بكل حوري رجل بانا هاي مسكينة أو وضص عضو فقيرة سهيد بايقرد ما تي ميرهبلينا وانوس عضي إن أضو إلا إيك هالميو أذونا إذا عاوسا موين ما أنت دانت إذا قاري مهيو الله كسيو حولهن
تمام هو ناقصن كسي إذا نكون ما موزي وحن هو يديزتي هل نف الله أنتن تيدك قارون سايكدكت ورد عليه حقوق جوابي مثل ما رد عليه هذا كي برسك قبي سود أقول جواب ملقو كي كلا أقرع ملقو أقول جوابي فقام ملقو حيري إن كنت كاذبا أظن هذا بين شيء سوبر شيء زاي فصيرك الله إلى ما كنت الله كقول عليه كأهي سيو وحي أذهان جرت فقير مسكينة وملح سبسب الله الله وحيرة لبدا أن يوافش الممتعان كبير كل عين قال وأتى الأعمى في صورته إن دوله أي ملك هذا أتكي في صورته قاب كسب أتكي إن إن دلوا أسكاليها مكسن هاي أولا نبان هاي وفرس إن وحس بنا آدم كما أتكي ونقحوه نقح سيكس دوح لغوش يقول الله كريم هاي فقال وحولي ملقي رجل مسكين وابن سبيل نوحانا مسكينة وهدنا ابن السبيلة ومسافرة قد انقطعت بي الحبال حركه بإلقه بمعنى صحيح بإقرد ما توابس بيلي وبيبلي في سفر سعود الكيان فلا بلاغ لي اليوم ما أنت قارد مليه ويضنت إذا أن قارد وصول إما أهان إلا بالله إلا بإعانة الله وبمعونة إلا وكالم يموين ثم بك بعد الله سبحانه وتعالى أسألك بالذي رد عليك بصرك الله أرق هذا كوسع لسيدنا كوا أبو ريبا كوا ديستي شات النف أري أن كوا ديستي أتبلغ بها أن كوا رأيض السبب كذا صحيح أن كدكت في سفري وفرسنين كان سيقول هذا لي وما أظن ساعة موسى لهن إنما أوتيت على علم عندي موسى أردن وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين موسى أردن نينكا واقران هيا وحوري قال وحوري نينكا أري لها أها أري قلسي عندها لها كنت أعمى وهرنت وإن لا أنشري هذا كهر فرد الله علي بصري أرقي إلها يسوع شيء فخذ ما شئت وأري أن تضحك الشوء واحد انتك قادبه أرقي إيه حريس سمرت قعنت يسن كعيل أرقي سوقبصو وانصبر سوقبصو ري أبير سوقبصو أكوكاسا هذا يكوت هلا فوالله الله أن كنت أرتي لا أجهدك كل من هيا اليوم ما أنت بشيء شيء كقول لي ما هي أخذته لله على درت أوقاتيبه نفقة ثوقب ستي إيدا كورن ما يمانتبه ما يكن داعي وإرمان ويه ونك وأري كون وشرعي وأهم ميل برو ذي أك أبدا يعلو كورن ما يبه وحدون تكقاب من كان حريص إلهي يفضل جيسي واقري في رواية عند البخاري لا أحمد كبر كقول ما هذين ما يبه خير الله كسي أنت نذيقتك تحت كورن ما يبه وأحم هذا ونكوها يلا ما أركو وحد كتيك هذا يكوت الله وحد قرن قاو وحد إيجادك تناكوم هنقيم هايو نين وح قرضوا ها وحنا واقطع وحنا واكتيك حتى كورن هايو وحبها كتيك طيب قب لا شيء بوه نيجا زقع طيب فقال أمسك مالك حول مالك اللي مالك حول دونه ما هاي امتحان بالقى هذا هاي ورقال بوحني فهم بالقى سحاي فقال ملك حول أمسك مالك مالك هذا هيسو يا أرجع ذبا فإن مبتوليتم والد امتحان يدي صاحب بدأ امتحان بالله ذكر قاضي لبنا وكل عنا نوات كوبا استفقد رضي الله عنك الله ذي كاره للنقضي وسخط على صاحبي لبنا صاحبي أبرزك يا أغرعين إلهي وعروه سبحانه وتعالى أخرجاه إلى حصوصة البخاري مسلم حصوصة الحديث كواسحه إذن إلهي النعمة دي سواء لو اعترافه لو أقلاده أن لك أبال دعين نعمة ربي سبحانه وتعالى أقلاده إلهي كما هات شيئتاي نعمة دي يا أبالك يا قلد كوسو جري دشا هذا إنكرتنا أكتر لك أمرين هيا إذا مركا هاسكو درساني وعيري عيب هاسكو درساني إلهي سبحانه وتعالى أمانك حقي سنة أتيري طيب فيه مسائل مسائل باكوشرة الأولى تفسير الآية آية فسر كيدي باكوشرة ولين أذقناه بني آدم كاديلا ردنسيون ردنسينو رحمة منا نحريسي قلت عافيمات بالسي أسوق عذر قبي شري أمني إيا نبت قليا لسي أسوق قوب قرر يخوف يا عراد ميلا لقبا وإيا عبسي ترم بالسي أسوق ترن لآنها علمي بالسي أسوق جاهلها إذن هدي من بعد ضراء مسته الابتاف الدبادي
با إلهي سبحانه وتعالى نحريسي قلت كتاب تمحو الصمين لا يقولن هذا لي. طيب مصيبة وي اسك إلهي هو هي. الثالثة الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي وحصهر مري لا يقولن هذا لي تفسير كذا صحاب تابعين بصوف السري من عباس بصوف السري قتادة فسري مجاهد بفسري وأنا بصوف مري. الثالثة ما معنى قوله بأن صوم مري إنما أوتيت على علم عندي وأنا بصوف مري تفسير كذي أنا فضي بانكو هلي كرتي بانكو هلي وحجرني بانكو هلي ودون كل غوشة قيستنا قانا يطيقه وحلوسه صاروا. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة قصة عجيبة وحا كتشيرو من العبر العظيمة وانا قادشة عبر قادشة كتشيرو دل حنون سنة ودل اها ومدك عارتو لغي عي ولتكورو لكرانتيلي با إلهي سبحانه وتعالى هدنا مدب واناكسن شري واناكسن حولا واناكسن حولا بالاسي اللون نعمي وحالو عوثي كريا نيف أريا نيف قيلة نيف لا ونين مسكين ومصافر ووضاكو مر نعمة إلهي ورنب إن كان وحنا وادي ذين هلك إن إلهي بدباتي سبحانه وتعالى مبين. إذن وإن إلهي سبحانه وتعالى لبريه إن خاتمه ما أسر ربي أكود ولا سبحانه وتعالى كان رديقه مد إلهي أمها النقا كان ما تشكته نعمة ينكسي قال لديس ورنب وما توفيق إلا بالله بارك الله فيك. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طيب باب قول الله تعالى وباب هي فلما آتاهما رب مركوسي آدم حواء صالحا إلما وناكسا ورما يسترن جعل له رب وحوصميين شركاء قل يا الله وذاك ولدك إلمه على الله وذاك وبحيي شركاء فيما آتاهما رب وحوصيي هو الذي خلقكم من نفس واحدة آيات ساستهيد وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقى دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين آيات مركز سيدة أولما طيب فلما آتاهما أول. طيب إله ببريين إله وداد ولد وراكسن سيسو وانكو مهندقنا وكو شكرنا فلما آتاهما إله مركو آدم حواسيي صالحا ولد مايسترا المرد مايسترا وبدقبو فيو جعل له الله وحي أويلين شركاءك ولو وذاقو فيما آتاهما رب وحي سيئو ولد يورا صديقة فتعالى الله الله كان زهانو كسر عما يشركون وحي ربي أوشرك يلين ومركا ومن باب من الانتقال انتقال من النوع إلى الجنس. طيب آيادا ضمير كتثنيدة كتدا فلما آتاهما إيه جعل إيه فيما آتاهما ضمير كاللبادة إيه كتيرة عند جمهور السلف أما تفاسير السلف ورنو حي عضينا يعني إلا نادرا إن نبي أبونا آدم إيه حواء يكساب سنيهين حواء إيه آدم بيكساب سنيهين وحانو حوجين إيه حديث كي أها عن الحسن البصري عن سمرة عن رسول لما حملت حواء أمنا حواء مركي أوريستي حملة قاضي طاف بها إبليس إبليس بكور أجمد قصو نقضي وكان لا يعيش لها ولد أمنا حوان عروتها كدي منجرتي وبدك كدي المجري العروتها كلي أنجرتي فقالوا حكولي مركا سميه عبد الحارث فيعيش حولي المهن كورا لندونا عبد الحارث أبي حبوري وكورنا لن هياي أمنا حوانا عبد الله عبيد الله عبد الرحمن معيه إلهي كل رجرت المها وإلهي بالتعبيد انجرت عرضت والدين والامتحان هي امتحان بصعودة شيطان بوحوري هديات عبد الحارث تراضه أما عبد جيدي عبد الشامعي عبد هبل كات تراضه حقها قال لا أدو المه وكون ولان وفي سوالك قوتك لا يجي لما قاصد ما قدام شركة كل دعي أما واتخل دمي بقى فسمته عبد الحارث فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره نبوح لي عبد الحارث بأب حسي إن أمنا حواء ويل كده شيء عبد الحارث أب حسنا وشيطان تلذي يا أمرك يا وحي جوي من وحي الشيطان وأمره حديثك أحمد الترمذي بصوص صاري وحنا الترمذي حسن وغريب روياني بصوص صاري حمد بن هارون مزيد بن هارون طبراني في الكبير من جرير طبري ابن حاتم في تفسيرهما
والحاكم وصححه. أما الذهبي في الميزان وحوله ومنكر حديث منكر وي حنا كل عمر بن إبراهيم بكل عليه وصدوق تكل ما فيه بل في روايات عن قتادة خاصة بلغها الله لكن وحام متابعي سليمان التيمي والحديث شاهدان عن أبي بن كعب وابن عباس وين إيمان دوران لبضع شاهد موقوف كان وإيمان دوران حديثك لكن حام داين وحسن يهي وسيد الترمذ وشري وحوق بدن يهي سيدو ذهبي وشري رمضة كرة عائلة إيسان صحنين بعد مودة والعلم عند الله. وحانا تاسي وحوكين هيا الإمام بن جرير الطبري أبو جعفر في تفسيره إجمع بسوقوري وحوليها أيضا إني أمنا حواء يا أبونا آدم كهل هيان قصة أي شيء سلف كبضا كنا أي خصيصه وإجماع المفسرين بوليه بعد الخلاف مكو سوق نقل الخلاف حوليها وأولى الأقوال وأولى القولين بالصواب قول من قال عنا بقوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون في الاسم لا في العبادة وأن المعنية بذلك آدم وحواء لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك بول أهل تفسير ربا كو إجماعي بول أرنت رأي ذا مركا إنها سبب وحوجين هيا المسألة ذا. طيب إذن نبي الله آدم يا أمنا حواء وحبر يان إله سبحانه وتعالى أبد ونقصن سيه أبد كبا إله سبحانه وتعالى سيه هذانا مقع وحي أبحيين أن إله سبحانه وتعالى أوصن تعالى المهين الله بحيه. إذن عبد الحارث بأبحي الحارث هو مقع شيطان كإبليس مقع يسوي الحارث هو اسم من أسماء إبليس. أمنا حواء يا أبونا آدم ميسن أغين الحارث إن شيطان كليل هذا سو كوسر أوفرز وكو من شحابين هيا ويقولك عبد الحارث كقبل حيو اسكننا والان إن شاء الله تعالى حارث كمرك هو شيطان إبليس وي وخيامي أغو دكري سيد أغو دكري وقاسمهما إني لكم ما لمن الناصحين جيد لغا ريبي سورة أعراف يطاها إبن لغا شيكي سيد أغو خلدي بطن أغو خلدي ابن آدم كن أولادي ورسده واجع عليها هويني مهما بلغت من الشرف هدي ما أنت إلما كدنت وبره هدنا كدلمه وبره دنبه هدنا كي كو حقا دنت وهدنا أمور شمرك وأمور راعه كأفراه هدي وداد ويلاده وهدي أطايشه ودوان دن ديل أسوى قاده ودبال قبر الشيخ بالكوور يجيس عرطه وإن والعادان أما قولي رفق برالي قالي من قسي هولي فق برالي فارح هذا وحقا عزيزه علمه وكعي والله بائنا السمين ذا ذير أمويه هذه حق ورصد الله قاسه وقال ترنك الله قاسه وقال هل سوي روح مركة مسلم كوينو إسئلة عليه أو آن لدقين أو إلى إلهي وحوي قدر وايم هاي هب هب إيه قيدة كدع إيه شركيات إيه قبي كدع منا بصمين ما هيو. إذن كون نبي الله آدم يا حواء أمنا حواء ما يسرع أقين الحارث أنو يهي اسم إبليس. ثانيا وحنا هي أما آيات أما حديثة ويهيين أما علم أهيين من الله سبحانه وتعالى منشدة وحي من الله ويهيين عروطة إنا لو بحين كريم مقع أن أضعوني ما كل يهان وإلهي غير كلا وطرن هاي تعبيد الأسماء لغير الله وحعلمها كميسا هينين وحعلمها وقصة أنت عروطة وما بحين كرتان عبد كذا إيا عبد كذا ما دي كرتان نمجرين. طيب الحارث نئنو يهي اسم من أسماء الشدان ميسن أغين أسماء وين لسكلاب بحكرة توقفي أي تهي أسماء ونيسن توقفي أهي نواء أغاية نواء واسكا عدد هوش تاسا مركا كذيسي مركا وحكود عين دنبي بيكود عين دنبي بيكود عين مركا تاسا قرآن كوكا الله يا سلف كنا سيداسي مرين. أما شمن عثيمين يا جماعة من أهل العلم آدم وحيليهين أبونا آدم يحواكم وصابسنو وحكاها الله يا جنس البشر جنس الإنسان بكه الله يان فلما آتاهما وهو أبا لغه الله يبن آدم قرنة ورقم آدم كسور تقلو كدعه لكن هو حوي آدم ما محايا لحوي آدم مربو شيطان كسيري مر لبعض إنو دقو ومن جحابي وألقتاي مدك لي إن الشركة أصغر كدعه صورة قلماها يعني أدلة فربضون نوع عسى يعود مرين لكن مذهب كالسلف كأبادين بين مرين وحيكود عين آدم يحوانا شركة أكبر من ماءها ودم بصغيرة من الصغائرة أم بيدنا سيدة الراجحة دم بقى صغيرة أم معصومين كماءها وكل عكران لكن مرفق كل عان إلهي باك صحة أو أنت مدوين نحفر يسطه
ودولي بشركي وين دحفر يسطو ورقات كوكا وحكا له لأسنجرين لكن أنبيضو شركي وين إيا كبيرة من الكبائر كمدعا إلهي باكي إلي سبحانه وتعالى ذنوب تيار يارك أنا إنا يقول عام باقعدة سيد نبي الله آدم باقعد عي وعصى آدم ربه فغوى إذن دم بغير كما يقول عنا إله سبحانه وتعالى وكبر روشيا وعلى الله الله كدم وكتوبة كينان طوال القرآن كالغوشيغا نبي كستو دم بكل عي دم بيسين وكتوبة كينان القرآن كالغوشيغا نبي أن توبيس الغوشيغ القرآن كودم بمجرى إن غيم بآل هرنت تحليلية ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه مركز صغيرة من الصغير بكل عين إلهنا وكنقدي كدم وكتوبة كينان قال ابن حزم وحيري اتفقوا علموا حسكوا وافقين على تحريم كل اسم معبد لغير الله اسم كستا إن مقع كستا إن لبها حارانا مقع عاصو لو أدومي إلهي غيرك معبد لو أدومي لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك لما أقوله هولها صدن عبد وحا قدم بي فيري عبد وحا قدم بي هدوم مقع إلهي يا خيروي عبد الرحمن عبد الله عبد اللطيف عبد الملك عبد الغفور عبد الشكور إذا هذا مقع إله يهي وفصحنته عبد الناصر مرم بلن باكتها لكن سيدي راجحان لك الناصر واسم أسماء الله تعالى سيك استوان قوتي وإن هذا في رسو عبد محا كدن بي مقع إله هذا كدن بي صحيح هذا مقع كلا كدن بي تشوش هذا لو هلقم وكنقو طيب يا عبد هذه اللي سكتها قد ما هذا ضمير بل عبده وإله أدونك يسوي عبد الفتاح هو في عين الفتاح هو اسم أسماء الله تعالى طيب وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب الشيخ حاشا عبد المطلب عبد المطلب موين وحي كلام أقوله عبد المطلب خلاف باكتاغن سلف وأسكو خلافين وعلوم وحي ليه عبد المطلب وإسكبرنا أنت محايا إلي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب نبي قالها صلوات الله وسلام عليه لكن طلب تركيه دولغا قادان ما هي اني بنانت هايو نبي ما من باب الاخبار وي مغعان نقدي او امدو تقان قريش تقان عرب تقان بو اها سدا درتيد بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساري او نبي لغا دغاي او الهي ديري صحابي سنين عبد كلا كوما جيرين كوما جيرين ممنوع وي عبد المطلب بعض صحابه لو بخي ولا دقر كو شيغ لكن صحيح ما اها المطلب صحاب مغعودو اها عبد المودة النساء الراجعة إذا وين لقى فوق هذا عبد يزيد بس نمران كتيرة طيب المهم اسم كستا مقع كستو إلهي غير كلو أدومي وين لقى فوق هذا عروت هذا المقع أبي حين يسو أدومين يسو إلهي وأدون عبد الملك عبد المهيمن عبد المؤمن عبد السلام عبد هالكامر كلي حولها كلي طيب مالي مال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كيسي حديث كسونا في بخاري في أدب المفرد النبي شيبة صار عن هاني ابن شريح وحولي وفد على النبي قو نبي محمد وفد بأوي مت عام الوفود وفد قلت شغيب ونبي حمام قلي فسمعهم يسمون رجلا عبد الحجر نبي حب بحين عبد الحجر عبد الحجر يا عبد الحجر بلغها يا نوام بغل ويا ما كذب حول مقعة ما اسمك حول إني عبد الحجر عبد الحجر بل يا بول نبي حول إنما أنت عبد الله ممنوع توش عبد الحجر ولا عبد الخشب ولا عبد الحديد متي إنما أنت عبد الله إذا النبي ما أقول هوا شو توش نشري حديثك حديث حسن هو طيب من حزم وش جابنا صحة اسمك خلاف كتيرنا خلاف كوا خلاف غير معتبر لا يعتبر محي علي ما بقول دي ذي إله غير كي إن أضون الروح مسلمة لوجم قعدره أما عبد المطلب ما عانوا قدوا اشتهاري بوها نبيقونا من باب الإخبار بوضطقوا وشي جاي لا من باب الإنشاء لا من باب الإنشاء وعن ابن عباس في الآية ابن عباس آياد وحكيري قال ابن عباس وحكيري لما تغشاها آدم آدم مركو أقل موضو أمنا حواء حمل ضواء ريستي فآتاهما إبليس بأيمت فقال وحكيري إني صاحبكما أنا وحاني صاحبكم بوري صاحبكم بنا ننكي أذكرنا إساني وعذرها إن كل جاية جنات إن كسو صاري بناه الذي أخرجكما من الجنة كي جنات إن كسو صاري بناه لا تضيعانني لا تضيعانني بولاد عدي عيسان أو لأجعلن له قرني إيل
أدارنا هي حول أم وضع ضيع إنسان ووحان يلا إذا هذا يلا إنسان بوري أو لا أجعلنا له أما وحان يلا ويل كبري يلمها أي حاو أورك قوته قرن يجيل بوري جودر جيزي بان قصب بحبه أي الكو حاويان وجودر ك أما بعيد ك واللي بقيبتن شوكتا بوراه كل قنت أما يروي قلب الجيسها بالمارة فرقيها لي كأنه جيس مرورسون بسكالها جودر كو هالحبا بعيد كون الجيس في اللي قو تاجن بوراه حتى قلوا عصين وساو تاجن ميلان سكوين يروي قلب يتبه لا المودي فرقي جيدا كبحيل ك كو واسوي طيب معالي هذا موزة ورع صبوي ده وكذا فيخرج وحوك الصبحي بوري فيخرج وحوك الصبحي من بطن كبير كذا الصبحي فيشق مركز بير كتشي بوري هذا المجي سله هذا هوين يفول تصور ما تصمع علاش ودي اللاعب وكديري بروكاو علاش ونجز كذا الصبحي ناي وتخويف إنما ذلك مش الشيطان يخوفكم أولياءه يخوف أولياءه تفسيرك صحيح عاوى إنكوا إذا عبسين وحودن كعبسين صاحب بدي أسمع صاحب بدي وبلاي كدي إن الملك سبع كسر وطبعا كلام كافر حلا كنا أوجيهن وأدون كرتم بكو عن كبوت كعك دعايا ولا أفعل النساس عن يلي أن يلي وحوكنا وهنجب هيا يخوفهما أسمع آدم يحوى عبسين هيا سميه عبد الحارث أبحي عبد الحارث هذا دون سائر بدباده أبحي عبد الحارث فأبى يا وادي ذين آدم يحوى حيدنا يلمن فأبى يا وادي أن يطيعاه إن يطيعانا ويلان وركيسي فخرج ميتا إلمه سوق ميت صباحي وادي المواد انتي طيب إلمه إذا حوى رشي ثم حملت مر لبعض بدن أوريستي فآتاهما وأيمد فذكر اللهما سيد بأشيغي كي هورنا أنا عناه كل دقيقة قبتي هذا هوركي يلي وهذا ما أدري ما هي ابن عباس عولي فأدركهما لبدي والد وحاط هبتي وهالي علي حب الولد المتعيل هو دمرك الصوماليين وحي في حشد أوجينشري يفوق برالها يمنجز ك يبلايد أوجينشري تاسع وبنيد نين يا هويني بس قرصان مدة شو هيان إلهي من أولاد كلاسين مثلاً إذا وأضيعون حكومة إذا قرطاسين ما لهم كحرن هيا أيام نمد بأوفو حين مصيبة هكذا قبل لبتها وحقبض ناقة دمر أي في حزق يفوق برالي يمد من جستماء يبلاي أوت الجيران يضيف فاري يمد كتاب رجية سحرالة وحقبض ناقة بترايس إلى يومنا هذا واسدوي وأنا لسك إلى عليه خلصوي وماشي دمر كأنت بقسم بالرحضان وي خلقون أركز بتشوتش بقى طيب فسمياه وحكم عابد عبد الحارث فذلك قوله تعالى ابن عباس أرنت أنا وحقاه لإله جعل له شركاء فيما آتاهما مقع أي ربي وشرك يلنوي ماشي إلما هو بحلنا عبد الرحمن عبد الله وحيدنا عبد الحارث والحارث اسم إبليس أما اسم إله غير كبوي إذن التشرك في الاسم أظنك إله أبو رزما إلما يا أبو الله سبحانه وتعالى قال لي أبو رئين لو تيري إيه أما مقع توصبا لسكاك بحيو عادي أه لكن مرة هذه تعبيد لصمينة يقول لأدومين يا مقعي سأدون لقد قال لي هو أدونك إن لو تيري إيه صمع إذن ما دام مقعي إلهي غيركي وذاتيين وتشريكم في الإسم لا في العبادة آدم يحواش إذن ميزن عابدين لكن المهر إلا مقعي سي بي إلهي سبحانه وتعالى غيرك أتيريين مقعي رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وسعيد منصور في تفسيره سأل بقطعات يصدح ونحوه مجربة ومن طرق عين عباس فهو ثابت عين عباس أثر كان سجاء آيدي مرك تفسير كده هوري يحديك السمرة أيون التاجرية وله ابن أبي حاتم وحوى هذه بسند صحيح عن قتادة قال شركاء جعل له شركاء وفسر يتابعه قتادة ابن دعامة السدوسي شركاء في طاعته إلهي ضعلي الشيطان إبليس أضيعين بيربي وشري جلانوي بمعنى إلهينا أضيعان ويربي يلان وإلمها إلهي وأدوميان بأهيد أدونه قدقان لكن أمرك الشيطان بحيي بكو أضيعين إذن شركاء بيسميين في طاعته ولم يكن مأهين شرك قود آدم حواء كدعين في عبادته شدائن عابدين مأهين
ابن جرير باصوص هاري أثر كان قتادة ابن أبي حاتم في تفسيريهما بسند صحيح سوء الشيخ الشيغي ونحوه عن أبي بن كعب سيد ابن عباس وفسر آياته بأبي وفسر عند عبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفاسيرهم في تفسيريهما بسند حسن. طيب بعض السلف وأورنشرين آياته حكاها ليس يهودي نصارى بعض السلف سيد حسن البصري وكذا هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا بأورنشرين أيضا حكى الله إسحاق يهودي النصارى إلهي بأولاد سين مركز أولاد النصارى يهود خديجة هيا. طيب سانا وقف سري نكلوا يقان حسن البصري وفي رواية أخرى عن الحسن عني بهذا ذرية آدم ممن أشرك منهم بعده لكن جهور السلف تفاصيل صاصح القرآن وركا سلف كأي مريم بان حق بدا بعض أئمة دعوة ناسكو خلافين شيعة ابن عثيمين غير كين وحي مرين سيدة حسن البصري أولي مرين أما شعاع عبد الوهاب إيو أرددهيسي إيو ورصده كفر عن طيق علماء ودعوة نجدية بضن كوت تفسير كسلف كأبدهين بين مرين هو شأن هول آدم يحواء راوع كوكينيسي إيمان كودي الدين تودي من دماءها كو مركة كوبات ميشن أوغين عبد الحارد إنو مقع شيطان ياي ثانيا الشركة يكود عن شركة أكبر ماءها كبيرة من الكبائر من بيكن قول الله هيدها دي أي أغايين وحو إنو حارد أوي هاي مقع إبليس أوي هاي حقنا النهي أي هايين المها إنا لو مقع بحين كرين أما أن لو أدومين كرين ألا غير كي أي أغايين شكا استوان نقطي مكي انتاب الله في ريو مع سيدي هرام بأي كود عنا أمنا حوائي آدم تنك موينو لو قور بين خلدبين بي بعض السلف أورنشرين. طيب وذا نوحي ليهين أمي إلا آدم قيامك الله تقول هل كادمي وكعور داران دونا وأه إن إلهي سبحانه وتعالى جيدا وكرهبي جيدا وعني هدو تنا أي جرتو وإنتو إلميه سمقع إلهي غيرك وبحشي وكوخة دبر ربنا وكلها الله ما لك قيام آدم حوران لها جيد نوان عني إلمك هيغن عبد الحارث بن أبحيو والي لها الله لبدا دمي بان كتر أرقاق ماهي إذن علماء ديدا أدل بضان بيكان سانيا لكن تفاصيل السلف سيد أبضان طيب نمرينا. طيب وله بسند صحيح عن مجاهد وله لابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن أتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا مركو إبليس أهنجبي وشيطان دي دم ليي وحي كعب صدين إلمه إنه ونقوه ابن آدم وبهل ميشة رواه كسبحه أما وقرنوقي قدر ميشة كسبحه أشفق وحي كعب صدين ألا يكون إنه صنقون ولدك إنسان روح بن آدم بقى مركز هذا درت بحويلة لين آتيتنا صالحا أي ولدا سويا المبشر بن آدم رب ضن نسيسه لنكوننا من الشاكرين أبو صالح سوي حورن شري أشفق أن يكون بهيمة وحي كعب صدين إنه حيواني عضاد المه النقطة من جرير باصوص أثر كاهوري بسند صحيح. طيب كان ضمبي مركا مجاهدنا ابن أبي حاتم باصوصاري وهذا الشيخ الشيغي إيو ابن جرير باصوصارين وانا سنة كسرين وصحيح وصحيح وذكر معناه وذكر ابن أبي حاتم وحو الشيغي معناه معنى حديث مجاهد عن الحسن البصري وسعيد ابن جبير وغيرهما إيا غير كودباء أثر كحسن البصري سنة وضعيف انقطع باكوتشره عند ابن أبي حاتم أما أثر كسعيد ابن جبير سنة كسوا حسن أما غير كوشيخ الشيغي كسدي ويسند لا بأس به وانتبه حمار هيان آياده إنه كسب سنتهي لعض آدم يحواك لعضي إلهي نأوكال سبحانه وتعالى إذن وحن نكفى إذي سني إلهي سبحانه وتعالى ما أقوله شرعنا ما أقوله إلمها إن لو أدومي الله مقعانك أهين لو أدومي عبد قيدي عبد مكلاي عبد عضي جوج والله أصول الله جوج. طيب إلهي سبحانه وتعالى لو تيريو أما معك عادي وحسن وحسين محمد أحمد وكلاه الله بحيو أما هدي إله الله تيرن هيا إلهي هدي الله تيرن هيا إله الله تيرن هيا الله أضم هيا. فيه مسائل الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله ما قعكست إلهي الله إلهي غيرك الله أضم هيا إنه صنبنانين وحرام يهي لما أقوله هي. الثانية تفسير الآية آية دي فسر كيدي وكنت تفلما آتاهما صالحا وأنك صوم الرأي. طيب شركة أي كل حين إنه يهي مجرد تسمية ما قع ما أبحيان بإلى شركة عبرايا إيه ماها شرك في العبادة ماها. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية
مقع كلية أم بكون سابسنيا مقع نبيت كلية بشركة أم بكون سابسنيا لم تقصد لو ما قصدين حقيقتها حقيقة التسمية لو ما قصدينه إن علمه أدون وياه حارث حارثنا أو أبو ري وما لو ما قصدين وحلقت شيء مقع لو أهان بلقت شيء طيب الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم وفرصه شعوري أن هبة الله إلهي سيسمه وصيه وبحيه للرجل نك وصيه البنت السوية قبرت لما يسترون وفيه ربها دوك وصيه قبرت لك وصيه ومن النعم نعمه ينك إلهي بك متهي قبرت لما يسترون وبدقبته حيا يقدر ربك وصيه كورد الله النعمة كورد الله وانا قوي محايا نبي الله آدم يحواء ما يسنكر قال لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا أما ذكر هالنقض أما أنثى هالنقض ما يسنكر قال لئن آتيتنا صالحا أي المرأة ما يسترنوي سيدات أمنا عائشة مركي يهوين أتي مع ضو أم ليس ويستوجد مكة إذا شم حيدا شيء حيقول أنت تم المرأة ما يسترن با ما بشر سويها خلق يقسم المرأة ما يسترنها الحمد لله وقتك جرت ما يسن ويدين جري مرلبة ما سوى ددك وحي ويدين جرتي ومش ما بتقبتها المهم ما يسترن يها الحمد لله بس كده تجرت إذا هدي مركا ويل عقب الغسيه أما علانا أما عريانا وعليس كلاوي امتحانه جبر فيه هدي له شيء نعمة وهي مركي يعني لقى نحن وهي لا تكره البنات البنات فإنهن المؤنسات الغاليات طيب سيد الجاهلي يقول رقم الله ما أقوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لما أقوله شيء أيضا الخامسة ذكر السلف السلف كشيء قد الشيئين الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة السلف كذلك القادم بشرق كليه الشرك في العبادة والشرك وين وين الشرك في العبادة وحكدرين هاي الشرك في الطاعة صدقة تدؤك القاضي أمنا حواء شرك وضحوها شرك في التسمية في الطاعة سيدا غير تسلف كحيين روح كستا ودم بكل عاي وحواء دعي شيطان إذن مربها دا دم بكل عضو أمام معصية كل عضو معصية دا وحط قوة دعي نفط دعي شيطان ما قوة دعي مركا ديدان شيطان باكو كفر دي إلا ساقو حمان توتي إذن الشرك في العبادة وقال لما ويوي اللهم إنا يتهمك الرياء يسمعي شرك أصغر كان مويل أما الشرك في الطاعة تفصيل باقلها هي مرة كفر أكبر النقضاء سيديكيئها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وإن يصوم مري وإن أطعتموهم إنكم لمشركون مرة وحون نقضاء قال لماذا وين طيب في التحليل والتحريم قصة أبسن مرة وحون نقضاء شرك أصغر النقضاء هي كبيرة من الكبائر بالنقضاء باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون شيخ هذا باب كان وسوع عليه باب هذا كورنا مر بين صوم الرب باب من جحد اسم أسماء الله يا أما صفات كربي وين صوم الرب باب كان حكوس من توحيد الأسماء والصفات توحيد الأسماء والصفات بكل سبب سنجهين وحنا وإفراد الله سبحانه وتعالى بما ثبت له من صفات الكمال والأسماء توحيد محاوي إله سبحانه وتعالى إن أوصقنا أوقشه أوقلات وحوه شيكتو مقعة أما أوشيكتو صفاء إفراد الله سبحانه وتعالى بما ثبت له من صفات وأسماء على وجه الكمال وحي الصفاء أما مقع ربي أوصقنا ذي في الشريعة الإسلامية إن ربي أوقلاته ويسرنا ما يسترن على حقيقته بلا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف إن أنت تشوشي ما عمر بها دوصنا إله كبري سبحانه رب يشو إلهي قتل مان مع سلام ورك كارج وجوي ولله الأسماء الحسنى إلهي وحوقها ري مغعي آدي أدقر حسن فادعوه رب كبري بها مغعيها كبري يا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمني طيب وذروا الذين قوله كتب اسكقف هذا كان جيستا يلحدون الليحنية أما أولها أما إنكرها في أسماء إلهي مغعيزة سيجزون وحلو أبا المرندونا ما كانوا يعملوا وحي كسبدين بلو أبا المرندونا ووعيد ويقود ماشي الله طيب إذن إلهي أسماء ولي الحسنى فعل هذا بمعنى وحوي اسم التفضيل ومن أحسنها طيب إذن حسنى بمعنى وحوي
وحوي المنتهي في غاية الحسن والكمال. وهناك مركز أمر رمّع إلهي أن مشتق أهين ليس من أسمائه الدهر كمن ما أمرك أنت ضمن وذر الذين أسكت جوي قليها أسماء ربك اللي حيا أما إنكراء أما جحدية كفجاد أما تأويلية أكبرنا وحباس ويسكت عرّو كدر هذا. إذن وحيلنا مركز كقاعدة أهان إلهي سبحانه وتعالى أسماء أوشكته في كتابه وفي سنة رسوله هي تلمامها هي صفات رب شكت في كتابه وفي سنة النبي وأنصوغ إنا معناها اللغة كذا إنه كسر عينا تحريفين مينه معنا قرصون كشيء مينه إنكار مينه تأويلين مينه مع السلام إيه هنا واتكبر يو هرجع بعد كده جن. طيب يا منان يا حنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام إلى هذا البريز الله مرزقني زايل الله وإنا حريص هرجع يكون طاي. طيب ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه أي يشركون به وذروا الذين يلحدون وذروا اسكغته كان فقادا الذين يلحدون الذين يشركون في أسمائه إلهي مرعيه سكشريه له بمعنى مرعي إلهي بابن آدم سين هيا روح بن آدم مرعي ربكم مرعي عاب هيا الخلاق ومرعي إلهي وخاصة خلاق روح له بحنكره. طيب هذا ذو بحسو مثلا وشرك الله روح له بحنكره مرعيها إلهي وخاص كأه يكوّل لو ذلك راتشرة كوّة خاص كرب الأمع الخالق الرزاق القاهر يو الصمد الخلاق وكلام ممنوع الله وكلام ممنوع لما أقول إذا مر هذا المقاش يقول يا كوّة رجسنا هي يشركون في أسمائه وحاكلوا شرك النقون موعون رب الهين أو بحسه سيدنا النصارى الأب إلى ذا الأب والابن وروح القدس إله واحد إلى ذا تثليث يقولها إسمعوا تقانا إلهي ألب حقي أبوك نقضي يو أبو إيهي مقع كسور الله في الشرع ولا في عقلا ونقلا وحجرا معها. طيب آثر كان شيخ وكسو ابن عباس مهلين مهلين تفسير كان ابن عباس ما نهلين لكن في تفسير ابن جرير طبري ابن حاتم وحاكسو كان إنه ابن عباس وذروا الذين يلحدون في أسمائه التكذيب التكذيب وذروا كتقى الذين يلحدون الذين يكذبون في أسمائه كو أسماء رب يبينها يكفى قال أما الشرك إن الغفة سره يلحدون قتادة أيام يانكه لي عند عبد الرزاق ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفاسيرهم بسند صحيح. طيب إذن حقيقة الإلحاد في أسماء الله ابن القيم بهل بيت كوروري وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران حقيقة الإلحاد بوري وحقيقة الإلحاد فيها في أسماء الله وحاول الميل إن لقال لي الحق لقال لي حوي الميل الإلحاد هو العدول عن الحق لغة بكون فسرها يا وين أسماء الرب قال لي حتى وضد الحق أهيد وحقيقة اللي حتي بالإشراك إله بعد ما عيسى ظل ولا جسي الرب الإله بعد أبحث روح بن آدمه شركوي وحاكله والتعطيل أسماء الرب قال إنكرتوا ديدي وهم يكفرون بالرحمن أوكله لحن لا ندري الرحمن والله الرحيم بيدهن وحمش قرطا بسمك اللهم ققر اذا اسماء ربي هذا ديدنا وتعطيل وربي اديده وانك الا انكره انكاره تاويل وتحريف وانكاره تكذيب اذا صدح هو اما الاشراك او التعطيل او النكران. طيب وعنه وحاكى هذا ابن عباس ابن عباس طيب سموا اللات من الاله والعزى من العزيز سموا وحيوب حيان وبمعنى كرم بشين الله تمر على تلي هذا صنم كاس من الإله بكسر دم بشين والعزى عزانا وحكسر اللون شحذين من العزيز أثر كابن عباس إنه حصوصاري من جرير الطبري من أبي حاتم بسند ضعيف جدا وأنا مسلسل بسند بالعوفيين الإلحاد الملحدين أن دعوا اللات والعزة في أسماء الله عز وجل ساس أورانية لكن وحاصقا عن مجاهد بن جبر كشغا إن أورانجر اشتقوا العزة من العزيز واشتقوا اللات من الله باكسغا عند ابن جرير الطبري بسند صحيح هذا كرمان صوم الري إذا هو إلحاد هو إن ما يعرب أنت اللون شحذ آد بن آدم ما يكلون شحذ والعزة سنة أبحث هذا كسر دم بالله من العزيز واللات من الإله ممنوعه لما أقوله وعن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي
يدخلون فيها في أسماء الله وحي قلن هيان وقدر هيان ما ليس منها وحان كمد أهين كالأب عند النصارى سيدة فالسفة إذا ذان وعلا فاعلة موجب بذاته وحيبان نوع عصر ربما أقوله أما يهود وركو ذوك إن الله فقير ونحن أغنياء أكلي نقصك أي ربك وشيء أغنى أكلي أذكرنا أعمى شنو حصوص رأي ابن أبي حاتم في تفسير بسند فيه متروك فيه متروك ضعيف جدا فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء لله مقعيس إن الله سقه أون لديدن أون لإنكرن أون لوريجنن الثانية كونها حسنى معيه ربك إني قارن ماشي قدن بيسي وناك مقع ربك واتسقي مقع كستنا وحاك لازم يسفه إلهي أضطر والرحيم ومقع سليهي وحاكوه سنمان تلمان تيايد الرحمة إلهي نحرسنا واليه أصوى الرحيم وأن نحرستي نحرسنا واليه طيب وركا ور جرمها وركا ذكر ما يدين شيغي ذكر الخواص ذكر العوام يذكر الخواص يذكر خواص الخواص باجرت احليادو ذكر العوام صوفي و خي يقانان كود حد قد بان كليت دحاي اي تلابسدان كهلينا ما كون هبع هذا صور علي و حب ما لسوني ما اما حيرت مساكين تا ذكر العوام و خي يقانان اسماء هذا كيس يا ذا الجلال والاكرام اغفر لي يا حنان يا منان يا بديع السماوات الله وصائيل اللهم انك عفو تحب العفو عفو عني وذكر العوام عامل كنت عشت الدين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وقال ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لكم من الخاسرين وذكر العوام عامل كنت عشت الدين هوشاس اوليد ما اغمرته وحي اذكار النبي محمد كسرنا ودن وحي دين وذكر عامو صوفي اسكو دين منهن شعب الله مكرون لو هادلو اسكو دين مني اسكو بابنا مني هني دين عصب او قرب سعوده تينا محبه جيخدان دنكاس تبا دات فيروس نيمنكا واوين ابن العربي يا وحان كادلينا رغا واوين قان غاد كا امده روغي بانو كادلينا عامده سوماليه مساكين تا كان هادلينا طيب نيمنكا صلاه دات كعفين جيري سونغ دات كعفين جيري لو خدمين جيري وخدنا كو هادلي جيري نيمنكا سان كاد سالمي او وته رامايستاي اسكو دين مني هني ذكروا وذكر العوام ذكر الخواص وا ما حيباي دهن ذكر الخواص وحول الى ترى انت انت الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف كريم 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 رحمن 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 وذكر الخواص وي ذكر خواص الخواص هو هو وي وهو هو هو بيكون جزء كما سيدي ايغي ملها وفالين جيرين هو بول جاوب لما يقال هو هذا مقشو وذكر الخواص الخواص بينه ذلك خاص كايده دورته كدغريا هولها مركا لكاس كا سودان اهدي مركا لكاس كا ديبل غولي هو ديبا غوغ لغا سوغي اهبي نقطي سي ود ولي غابا واخ جيره ماها طيب نعم هذه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشد من عمل في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد من احدث في امرنا من عمل عملا ليس عليه امرنا بنانك جي اذا نبي محمد الله رعوي هنونك هدايته هو هو ايو جقجقتا لو لوغين فر هنونك تبر ما هيش اما كنا سنجبيل ايو مع بكرتيد ايو قحوه تبر ما هيش الرابعه الامر بدعائه بها الامر زامر للسفري بدعائه الله ان لو بريو بها اسماء الله لو بريو يا عزيز ارحمني لما ما في عنه waxaad rabi waydiisan iyo magacaad ka hormarin inay iska munaasabad leeyahay malraba ya aziz allah ghalib ke sharafta badan ee ruuxa qabta kala jabiyo in xariiso isma laha ya aziz allah gaalada baabiyo ku fiican tahay ya aziz allah jabiyo ku fiican tahay ama aniga iga farxalo laakiin markaad rabi baryeeso magacugo inuu munaasabad leeyahay baryadaada bimaana ya ghafur ighfir li ya rahim irhamni يا رزاق ارزقني اذا صار ربنا ترابو مر هذا لكن ترابو مر محوها يا قوي ارحمني اسمك هنا يسوش طيب مرك وين المناسبه كدحيسو او اسك فيرس مثل وحرب تعالى وان لتبي يا قهار يا قوي يا عزيز وحارون يسال اللهم دمر بابي اود بمشى لو باياي اسم الهي مرك هوشا دونيسو كدو
هذا النحرس أبوه هذا النحرس تاع استعمال إسا هذه وحين عرضة دوها لقدر يقنا أسماء ده وحقوق بين بدكين إسا هو شو وين مناسبة لهذا طيب هذا هو الله وحوش رحمه قيم كتبت إسا لقى فائدة إسا سقى هو الله كفي عن الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين قليها الملحدين تاع إلهي مقعيس حلو بني يا أسماء إسا اللي حيني حق أن الجاهلين تين لقد تقوى طريق الله قادنين الخامسة تفسير الإلحاد فيها الحاد الأسماء وحلقوا فسرين بالتشريك وحلقوا فسرين إدخال ما ليس منها فيه إدخال ما ليس من أسماء الله فيها وأعمش بحلقوا فسرين إن الإله لو شريك ابن عباس وكيشو قسو قوري أما قتادة قسو قوري طيب وحرم وين صمري وعيد من ألحد قود قوية روح اسم الإله اللي حية سيجزون ما كانوا يعملوا وعيدوا طيب إذن أسماء رب جاي انت تبقشه القرآن كده جاي أخرده وسنن محب حكبرته أما كتابته أوروري سيدة رسالة يا شيخ عبد العثيمين القواعد المثلى وكأوروري أسماء رب قرآن بكوشيغا إلا سديتني سقاشني سديت مقع بكوشيغا وين كبدين أسماء رب انت سلا بقول يا روروي انت قرآنك أما حديث الوهي إلا بقول يا تقريبا صدم يوي ها 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 وكشرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لما صار سأبدئين إذن أسماء أوروري وأوصافنا إسكوجو أسمانا إسكوجو إلهي كبر سبحانه وتعالى كتابكم قرآن كأسماء بدن يكون قرآن إلى جهر مريء قيما بدنكم ما إلهي ما دب وقولنا قد إسكبارها هو شيء ذا إلهنا كبر سبحانه وتعالى باب لا يقال السلام على الله لورن ما هيو إلهي دش سنة بدقليها أهاتو خلضوي حلو أورنين إلهي أستجاب بدك النبت قليا حق الله النبت قليا أغابها إلهي سبحانه وتعالى يا وحي الكره كل قد وأضم إلهي وعنده كهيو وحد وحدونك سمين كره مرك أضوك بري إلهي والنبت قليا دم وين الله ودش أنا النبت قليها تخلضوي خلضوي في الصحيح عن في الصحيحين في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود حجدي كنا وحان وأهين إذا كنا مع النبي نبي محمد ما كان ملتشو أنه في الثلاثة هذا قديه إذا أنا كل جر قلنا وحان ورنج الرأي السلام على الله من عباده يعني أتحيات كالدنباء يورنج نسيد أحاديثك لا يعديث روايتك لا يعديه قلنا مالك قدن بيسين مرة هيا أتحياتك سيدا مان هيا السلام على الله إلهي دوش سنة وتقلها آتو السلام بمعنى اسم السلام أما هو مصدره بمعنى السلامة نبت قليو على الله إلهي دوش سأهاته من عبادي أدومي حق 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 وضعنا كتمت نبت قليو إيا السلام حق ربي حق أدومها كتم إلهي دوش سأهاته وأنا أرون شري السلام على فلان وفلان تتكبدو عنجي السلام على محمد السلام على عبد الله السلام على حسن وأدو عنجي تتكي طيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم واقع دنبي لا تقولها أرنينا هدهنا السلام على الله فإن الله إلهي هو السلام أسقى النبت قليا أبا أبا أسقى النبت قليا كينا وآفذ قادة ووناق كينا مرك إلهي سبحانه وتعالى نقائست إيا نبك أسقى قادة عد نقصاني نبك قيسان كرت الله ما أركو محاضر ربك نبت قلنا إيسان من القادر على الله سبحانه إلهي أبا أودبا يوحو قيسان كرة هو شاوا خالة شوشي الله يدسك إلا لي دي القافك هلا شوشي الله صحابي ولا شوشي طيب وكي خديجة أيضا يتري أيضا إن الله هو السلام ومنه السلام طيب 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 مركه وحوي إلهي سبحانه وتعالى أسقى السلام بمعنى أسقى إلهي نطق النبت كلية طيب أما منه السلام وتقول حقي سينبت قلوك أهاتا فيه مسائل مسائل باكتشرة الأولى تفسير السلام السلام تفسير كيسيون وهي اسم من أسماء الله فأفشوه بينك وكين النبي صلى الله عليه وسلم طيب مركه الله مركه السلام عليكم لما معنى معقولة إن الله ذا هاي السلام عليكم بمعنى اسم بركة السلام عليكم الله السلام أما ما جعل السلام بركة يسوع دوجي نهاء هاتون نبض قلا هي إن لو قلت السلام بمعنى السلامة السلام عليكم نبض قلا دوجي نهاء هاتون دعاء الله معقول وهي لما تفسير بوالله الشيء كل وينس لازم هاي ينبأ الثانية أنه تحية إنه يهي سلام مك التحيات لله إليهن بس حاولوا كين ترين التحيات كتير سوا تحية وعي تحية وعي سلام الله سلام إلهي سبحانه وتعالى الله سلام الدوم هذا ينت الصوبان طيب الثالثة أنها سلامته لا تصلح لله
أنها تحية نوعنا وكذا عفوا أنها تحية نوعنا لا تصلح لله إله أم صوبته نبت قليل دوش هذا هاتو إله أم صوبته إله أسقى نبت قليل هذا إيا نبضى إيا أمنك إيا بركاته أسقى كينا مرك إلهي لغو سلام ما هي الرابعة العلة في ذلك علة وامحي لو ديدي علاد الود وحوى دعاء روح أبر يسوع إن إلهي نبت إن آفده وكان بتقله أو نقائسته وكان بتقله إلهي النقص النقائص شغلكم الله عد وحوي يلي كتر الله ما أركه الخامسة تعليمهم بريد الله بريز حب التحية التي تصلح لله سلامة إلهي وليه ربي سبحانه وتعالى ومضي وامحي التحيات لله التحيات لله إذا تقانين وي طيب والصلوات الطيبات كواسوي أمان يو استران وناكسن إلهي باسك لو أما لفظ السلام رب الغم سلامك والله شيء باب قول اللهم اغفر لي إن شئت تاسا هذا لقاه الله هيا أنا وأرنا هبونه وي وحبان هبوني عرب كل قال إلهي هذا ضد إضاف خلط وي أضم باطن مسكينة إلهي هو سيال بري إلهي سوق أنا أبري لكن إلهي هو أرقتاي هذا ضد إضاف هذا ضد هذا كوت الله عندما لما أحد أسلق باتي مواي هاي لما نروح أسلق مياتي مسادون مسكين وضعيفة أو إلهي هوسي الله بري يقعمه ورزن باتاك إلهي كوي روح بري وصبع عطوك لكن سنتاقي هدادون تقيدا فتيدي سعون ميسو طيب شغل سماي لما أقوله نين كذا الله بكذا أركي لما سرى جوكسة سعون ميسو نين كوز كذا أركي لما سرى جوكسة طيب نين باهي أركي وحيسين لما يلاده ويبكو أركي موكسي وركا ورشرا مع إلهي وإن لبدعاء ومسألة ودعاء عباده لا قربا في الصحيح مدوكو بدو حكو جيره اذا بدرها كو جيرتو وحد موجينيسا ان اد ديق دونتahay او ربي u baahanay ilaahay oo hada doontay dhaaf hadii kale hadii aad akhyaar leh waxa ku jirta xogow inaad u baahanay ilaahay dambi dhaafkiisa iyo naxariisad u baahanay way ku jirtaa thaaniyan waxa ku jira inaad ilaahay dareemayso in la qasbi karo ama la jafaalin karo cidna uu aday inaha taagto wax siin karo cidna uu diidahay إلهي عيدو أيدي سكب قيامة جران سو ما لمر بيس عنده عيد هذا إلهي من نحون حريص رون تضوي لأنه نحذنت ليس من صفات الله ونقصوي نقصوي إلهي ليس من أسمائه ولا من صفاته لكن حريص صحوي إلهي من نحون حريص رون تضوي وتحيي صحيحة في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله في الصحيح وذكر اسم من سو مري وفي صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله قال لا يقول أحدكم متكيوسن أورانين اللهم اغفر لي إن شئت الله هذا دون تيداف اللهم ارحمني إن شئت الله هذا دون تين حريصو ليعزم المسألة روح مسلم كا روح مسلم سؤاش هجويو اللهم اغفر لي تاجنو اللهم ارحمني تاجنو مشي أنا دم بجوج هذا دون تجوج هذا محقو رعيات بدم محقو كلي إلهو إدم بداف الله إن حريصو إلهو عبت الأسطر الله أمني أمان نفسي إلهي بري فإن الله إلهي سبحانه وتعالى لا مكره له وحقصبا مجره عد قصب كرته أمر رب الدرقية كرته مجران في رواية عند مسلم فإن الله صانع ما شاء لا مكره له إلهي وحوضونه السمين عد قصب يسنى مجرته أضوه أفق قرحسه أفق باته مسلم باته إري ونساك أصبعه إلهي وحو السمين سيؤتالى أضوه حاكو خسي أضون متيها إلهي بري وحو السمين سيؤتاه لكن إلى هذا دون تحي وحاي زميه ففرر تويد درها كتيرت درها الله ما أقوله طيب ولمسلم وكذلك للبخاري أيضا وليعظم الرغبة رجده هوينية الرغبة الرجاء يقود الرينته هوينية مركز إله بريسه قلبك هذا وين أبطن ربك أقبله هاي رجوين يكيله هذا إلهي آمن جنو كأقبل إله بريوي وليعظم هوينية الرغبة جريتانك يرجده فإن الله إلهي سبحانه وتعالى لا يتعاظمه ربكم وينه شيء شيء أعطاه بحيه إلى وحب حيه لما وينه وحب ربك ودري يقعانه كودر رب لما وينه وحب حيه ذلك من هذا وحب حيه أنا هبل سؤاني قواقا أنت سأفي لي وحا يرمى ربي بي أنت يرو بحيه بحي يملق من واي ذلك وشو شنبه قوية أنه كن ضربا بحش كن كاسا عرك ولق من الأيه أيقو لما بقول بان لما كونوا دولار ميزك ساري إلهي أكتزي وحكوين لما أركو
أروها سؤال إن إلهي ستوصل بري. طيب نبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله إلهي بري أورنجري إلهي بري أوتوغا وأنتم موقنون بالإجابة إذن كوهبة أما يقيمين أي ربي إنك أجيبها يا بري. وعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. إلهنا بري ما أقبل دعاء ما أقبله كتمت قلبي إلهي المنصب أو إلهي المنصب فرض الله بيسا ورب غفر لما أدل ليس ما بحس ربي قلبي كما يزد وحال لمدة لدك فراس كلا الله وإيوه ذكرك يكون الآن حسنين تصبح يسكور ريشية وردكرك كل واقع عربك وانا معني سألو حيسو وربي حسن دار الرواح بقى الزعون هيا سيادرت ابو غزال وحولون جري استغفارنا تحتاج إلى استغفار بول استغفر الله يا ربي اغفر لأن لين هيبو لدان مسلمين نايمانتا لو تركا دوبهم بو إلا قطبت كانوا لأنه استغفر الله المقانت هيوست وهذا الضالي فراء ما بقى حسوسان هيشد إلهي قلبه وكما هيشد وحكاية نقطة إسكعاده أبداً أيضا أبهم بوين لقد طبت كيونه دنبي أيضا لقد دنبي أبوه سبحان الله لقد طبت كيونه أبهم باجكتبه محايا لي وإلهي بها المنصن طايق نيادة كما هيشد وأسكن بقان طايق حديث كان حديث فقان وي فيه مسائل الأولى أنه يسكر ريبي لقار ريبي عن الاستثناء صور ريبي شرعات ريبي في الدعاء الدعاء ده. الاستثناء بمعنى الشرط وهي تعليق الدعاء الذي الله بارك هذا كحدي شرط يا ربي الذي دنيا اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ان دنجوج هديدا جوج استثناء ان جوج. طيب معايا لي وحاشا وحا كترت ان الهي قصب سو ليده وحان كو ليده وحي غيسا ديك لاد اديكو تالا سياده خوك بكل مش ان هو شو وين تهي او ربك وين تهي ان شئت محاكين ربكم وين هو شو ربو خو بخيكم وينو الهي اسكبري كل جنب بدودين دي بحكمة. الثانية بيان العلة في ذلك. علة ذا العدي. علة وحوي. فإن الله لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. فإن الله لا مكره له. طيب. الثالثة قوله بكتر ماشى ليعزم المسألة أي ليجزم هجو آميو المسألة بمعنى السؤال. سؤال شاد ربي ويدزن قامي إلهينا كورسو واجه ويحك لأي ورد وضو جوتش أدو. الرابعة إعظام الرغبة. إعظام الرغبة رجد وين أدو يريسو وحوين ربك رجي واد بريدي إجابة كفلو إلهي باد بريدي إنو كأقبل كفلو. إذن حسن ظني بالله بألقاه رب سبحانه وتعالى. الخامسة التعليل لهذا الأمر محان رغبة أولين هيا وإلهي أن أغش إنسان هيا وحوان أكسن وأن أغش إنسان هيا إنه دعاء أقبله وحد أغر رجيني فإن الله لا يتعظم عليه شيء أعطاه ربي وحو بحيو أمو كودري عليس بكم أيسو وحنا يلم أيسو. طيب باب لا يقول عبدي وأمتي حبابي هاي يوسن أران روح مسلم كا لا يقول عبدي وأمتي هذا هو حالس قصح هاي شرك الألفاظ بين كسو تشري وحنا هابينا نسود حسن عني وإلا الأسماء الحسنى فدعوه بها ونقدح قشيم مويين إريضة يويرها أن لتشعلين شرعيا روح مسلمين يكسر بحضه أنا لا أقلي. طيب لا يقول يسن أرن عبدي أدون كيغي يو آمتي أدون تيغي بمعنى ضدك إلهي بأدون مويهين دمرك قعانت اللغة هيين حرطة أين إلهي بأدون مويهين. طيب قابك لو استعمال ويردان أدقوها الله يسكوف كلا الدور إري ونعكسن قوري هذاك هذاك ترى بيكو كلها ليس أما أضمها كلها ليس إسكا قوري إسكا فيري هاي إلى هديك الهدوء حلولي حالي حمين بالقربة بن آدم كان كدين نب هدين تقول له قوي هذا الله بحنا الله تما ضو حالي حمين بالقربة هذا كوسم حدوات قفتي هذا كدي القاف ولاها ما في عينين قوبتي يفرق هذا القبط ما هين لقاب هذي ما هي حسابات وصوب هاي. طيب وأنا ضابط له جاسك بحسوه يودو أترى ذوان هالقليم بيب هاي إلهنا سبحانه وتعالى إريضة آد استعمال إسكفيري كالدورو هذا القول قرحي هذب عبارتك. طيب في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله قال حديث هو في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أيضا في صحيح عمد مشاق صورانية أي في الحديث الصحيح بأجده لا يقول أحدكم أحد كيوسا أرنين مركو أدونك الله الله أطعم ربك ربك قودي لو مثلا لو سيد بس قرف لي أدونك وننك راب الله ليس وحال هذا يوريا ربك قوة ورهاشين سي هذا القروح سن ما
ورسيدك أذيرك أوجاسك هذه جعلك ملك ورق ربي قود مرك ولا جونا إري قروح سن ما إن قصدوا ربي مرة إلهي لو إطلاقه مرة بمعنى صاحب أي تهاي أنتوا بال لكن وحويا وردة ها الله ونجس أفكار الله ونجس توي أطعم ربك ربك قود وضع ربك ربك أويسي ويسد أويسي اسق ربك اسق ربك يعني لفظ شيخ كتجي واحد يكون واو طاوي يقول شيخ عليه إنه اسق صقاب صدي طيب أطعم ربك اسق ربك وضع ربك وليقل هيدا هذا سيدي ومولاي طيب كاه روحه أها لفظ روح كل عايي مركز أذوقه أذون نك إليها الله الله يسوع الله ذهاي وربك قودي سيد الله ذهاي مركز وحلو لسها استعماله محاضي أذو مركز وياه ما كان الله يصدون كذي وحال الله ذهاي سيدي ومولاي أذون كبار الله يا ربي هديهن ما كان الله يسوع جاز كذا أما نك كل الله يسوع هديهن ربي هذا ربي هديهن وعذر هذا سيدي وأواز كي سلطان كيوي يو مولاي قعل كيوي ولا يقول أحدكم متكيو صرنا مك أذونك سكها الله ينا عبدي أذونك وأمتي وليقول هيدا فتاة فتاة إجار كي وفتاتي جبر ذي وغلامي ويل كي هيدا حكا كوري هذا الكي معنى أسوق أمي أذونك أوي هي أذونا سيد كيستها دنا هذا الكو وين سيف عن لوي هذا عرفتنا الله قصاره نين كان أذون كان لبهدلين أذون رب اسمودين هؤلاء بضم النبي صحيح صلى الله عليه وسلم عليه طيب مروح الله الله نين كله مركو أذون نين كله أذون كله الله ويسنديهم بقى لأطعم ربك اسقر اسق ربك وضع ربك طيب أصيغ أذون كأها محاي أورن الزهاب اللي سيدي ومولاي ده هؤلاء ربي هؤلاء طيب أذكي أذون كلامك مخ الله ليسوا سكتيرنا زيار المتكلم عبدي وأمتي هذه وحاطر هذا فتايا وفتاتي وفتاتي وغلامي هيدا إذا فتايا إجار كي وفتاتي إجار تيدي وغلامي ويل كي أما قاعد يراي خادم كي هل كورك يعني وحال ربعنا المسلمين تان لهن قارن بلدونية طيب لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله رواية مسلم كلكم عبيد كل أضم إلى عبادين نهي النوى نهي ونهي وحوي النهي تحريم ماه نهي كراهية وهي هي إن لورانكره أدي لبلا مبات المام يسا طيب وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليس على المسلم صدقة في فرسه ولا في عبده ولا فرسه صدقة إذا النهي والد الكراهية وأرياء الربعين اللي قيده بصده سوء الأدب بكترة إلهي سبحانه وتعالى حقي سيبا كترة حقونا هذا بخسنا يسو مارك هذا الكسكت سوء بصول لك هذا كل عضو حالان يكبير وكل على الوران ما إلينا حقه واللوقي هاي أدونك أدوك إن أدن أبورين ألا ليه سبحانه ولا قرنية أدونتا إن إلهي قعنت سيبا كترة أدوكنا أدونتا هاي أسنا أدوني واللوقي لكن ورد إيري قد استعمال سقور حين بالغه الله مارك وانا يكره يسد الراجحة عليك أبو رأي سنة المامة معناه وكلا لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي ولا يقول أن المملوك ربي وربتي وليقول المالك فتاي وفتاتي وليقول المملوك سيدي وسيدتي فإنكم المملوكون والرب هو الله عز وجل حديثك أساسا تفصيلنا مثل هذا أحمد البخاري في الأدب المفرد أبو داود نسائي ابن أبي الدنيا وحديث صحيح عوي تفصيل بدن يشرح بدن دير با كجرا عند كجرا مشى مثلا مكو شرح يا شيخ ابن عثيمين شرح عزه الله لابتو قد بو فيعن تفصيلات فر بدن بو شيخ قال لنا طيب كتابكم يرب بسنين وارقتان وما ما دام رمضان سو دواهدي قل يقول راعي بدن با كترت مركا متن وها لغا دغيست فيه مسائل باكثرة دور الأولى مسألة كوبات النهي إسكريبي عن قولي عبدي وأمتي طيب حلو بدلها يا فتايا غلامي فتاتي وكيل حلو بدلها وأنا قصوم الرأي وأنا نهي كراهية وأنا نهي تنزيه
طيب لا كراهية تحريم معها. الثانية لا يقول العبد أظن كيسن أورنا سونا ربي هاي هذا سيدي ومولاي هاي هذا إن قصد حتى السيد ويهم اسم اسماء الله سبحانه وتعالى ويهي إن الله هو سيد الله هو السيد حديث حسن وياما صحيحة. إذن بعض أهل العلم حيليهم السيد ليس من أسماء الله برنا وحيليهم ومقع إلهي مقع عيسى كم نواصح واسم أسماء الله سبحانه وتعالى لكن واسم هذا أن خاص كأهينيه ضدكم استعماله كران الله الله استعماله. طيب ولا يقال له لغو أرن مهاي أدون كمكال الله الله أطعم ربك إيه وينك صوم الرأي إسق ربك إيه وضع ربك إيه وينك صوم الرأي لأرن مايو. طيب الثالثة تعليم الأول قول فتايا وفتاتي وغلامي. طيب تعليم الأول كهرو حال بري سيدك أما أنك أدون كلا قول فتايا وفتاتي إغارتي إغارتي إنو يرادو مكو إيه رهيو. طيب إيه وغلامي أنيقا ويل كيغي أما خادم كيغي أوكالي. الرابعة حتى غلام مر بي أدون كنغوتا لكن عبودية عضير إيو أيضو الله سربي وكلا دوانتا أيضو الله سربي بي إيو أيضو قيحان وكلا دوانتا غلامي مر بي نغوتا أدون ك لكن مر كيتا عبدي غلامي بردانتا. طيب الرابعة وأسيد قليه عربية قليه هاي حروب الردة قليه ربنا حنيفة أبو بكر لوكين مركا جزيو كقرة مركا أي لجر هيي أو لجلعيي مسرب النجرام هايين جزية اللي بحية وحقنا أنو جزء ما أقول ما حد بحنا سو حنا صدقان بحنا وحنا نقق السنوية عم بحنا إن ملحق تعبت كأ سنة كستان دي بينه ما ذا كتابت كعروت ير كأي هواين كان لقى لك رجل لقى هذا هاي جزية هديهم بين أبو بكر وحتى هذا تاخوين دولة ذي يصدقوا حلو أبو بكر وادقمه بور وادب الله قوات نحر كي معين وأقول ما قعنا وادي ذين بور مع أقول واي هاي بور مر به هدي لقى هذا هاي باشي أما أمر كجزء كشك أما صدقات ده أرت صوتكم بدون ما صل حولي ما بحني زيدا. طيب wixii marka asagoo nuxurka hoos isku mid ah yaa magaca kor macna badan buu wataa idan gulaami mar adonka noqdaa fi luqada carabiga marna wiil kale ba noqota caadiga dhashay laakin abdi wa adon ma qayxan way ta qayxan ba laga leexiyo waxa la edebsado oo gulaami. Tayib arabi'a ta'limu thani kalabaadi adonka waxa la baray ama ninka la leeyahay قول سيدي إنه إذا مركو الله الله يوجاز كيسة يوم مولاي جعل كيجي. الخامسة التنبيه برارجيم بقول محلو محلو ديدن ياي محلو ديدن هوش نصايا لدين إيش هذا اليوم هاي تحقيق التوحيد وي إلهي سبحانه وتعالى أوديس يا أضم أضم عبديه لها بضو برح تريسا إلهي غير كنا أضمي أطيرس ونما الجود ديدن ياي إلهي كو أكو أضم هذا تيرنا إلهي أطيري هولها نقولنا هلا شو شيء وي أما حرام وي أما واكرهيو إلهي سبحانه وتعالى حقي سهل إيهو حقي سهل ويني وي ذلك أنا أقول لي حنين التنبيه براجل وبراجل للمراد وحلو قل لي وح انت أصنع الله علن واللهم اغفر لي إن شئت هذين لويري لا تقول عبدي وأمتي هذين لويري إذن دهر جان العين لا تصب الدهر انت أصنع شيء بالقوس والدين كل حال انت الله سعدا وكري وصل وقلقي oo usha mar lagu xajin mar aqtada lagu dhufan mar warka lagu cadeyn in ilaahay xaqiisa meelada kaga dhicin oo shirki aan ka aqbixin. Dayib waxa weeyaan ha xasilaan muslimiinta inay xasilaan oo tooxidka kullu uga dagaan wixii kan la ka samraan baa la rabaa inga Soomaalida asoo arga la jooga darin maragsan juuq daaqahay oo xasiloon yahay bu fooreed loo istaagay fooreed bu ka deen way ariga waa daaqaya waa xasiloon yahay ariga fooreeda ka ha xasilaan lahayn ha xasilo yusuf dhaqaaqin baan leeyahay halka ayuu ka dhaqaaqin marka idan waxa weeye muslimiintu waxa inta nabiga uu marmaray ee xagga uga soo gali muslimiintu wixid ka fahmeen weeyeesan ka dhaqaaqin tawxiidka shirkina isku dhax dhicin wa huwa muraad kale oo dan leeyahay waxa weeye tahqiiqo tawxiid hatta fil alfaad hatta erayada weeraha la isticmaalahay erayga isticmaalayso baad ka dhawreysaan laxniga oo dhanba ka dhawreysa waana inaga soo sheegney ash-shari'a al-islamiyya ashaddu ash-shara'i waxa weeyaan fi baabi tawxiid
أضيق الشرائع وأشدها وأغلظها وحوي وشريعة الإسلامية، وأيسرها وأسهلها في العمليات والشرائع، أحكام تفقياتك رقنك وحل سمين أخلاقياتك وفضوضها شكستا وسهل حنيفية وحويا ميسرة. أما مركة توحيد مرها هي وأرقتها إن يربط يقول لي شركة تكون على وعير سهل أوفر شركة تحتاج أنت زيادة مركة ودائرة حل قوي. باب لا يرد من سأل بالله. عبد الحميد وحوله أفرد غاكو هذا أفرد غميلي قارسين ميسو وبالله توفيق.